آخر تطورات اللمسات الأخيرة استعدادا لمهرجان المولد النبوي الشريف بالقيروان، وقت اللي نعرفوا اللي تقريبا عملوا 50% نظرا للبروتوكول الصحي، نسبة الامتلاء ما تفوتش 50%، ويبدو أنه الأمور ماشية في الاتجاه متاع برشا ناس تستنى في المولد النبوي الشريف. احنا معنا نائب رئيس جمعية المولد النبوي الشريف سي لطفي بن غانم بالتليفون. سي لطفي أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا سي زهير، مرحبا بك ومرحبا بمستمعين جوهرة فهم. شكرا على قبول الدعوة. لطفي بن غنم، وانت نائب رئيس الجمعية الخاصة بالمولد النبوي الشريف. الناس اللي يتبعوا فينا نستدعاهم باش يتبعوا زادة الفيديو الإشهاري للمهرجان، فيديو فراس الكيلاني اللي الحقيقة عمل برشا ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بارتاج كبيرة. الفيديو هذا تنجموا تلقوها على صفحات المهرجان، على صفحات القيروان، على صفحتنا زادة، وعلى برنامج بوليتيكا. دونك استعدادات حثيثة، والمهرجان ينطلق فعالياته نهار الجمعة، جمعة سبت واحد واثنين، لو كان ناخذوا فكرة على آخر التطورات واللمسات الأخيرة في الاستعداد لاستقبال زوار القيروان. شكرا اخ زهير. حاضرين احنا القروان، حضرنا رواحنا رغم الظروف اللي تمر بها البلاد ومرت بها القروان خاصه في الكوفيد، نعرف اللي تعدينا بظروف صعبه، لكن احنا نحبوا ننساو هذا الكل، نحبوا ننساو رغم العراقيل الماديه والصحيه والظروف اللي تمر بها البلاد وكذا. وقت اللي سمعنا مش نسمعوا، وقت اللي سمعنا مش نعملوا المولد، احنا كجمعيه تحركنا وقررنا باش يلزمنا نحضروا المولد، والناس كيف تجينا ما يلزمهاش تفيق كونه عنا هجوج من تاع البروتو معناتها الصحيه ولا ظروف البلاد. احنا القروان معروفه بالمولد وهذا عرس القروان. دونك وبعد غيبه جيماجين، وبعد غيبه جيماجين فما وحش كبير، الناس توحشت الزيارة للقروان والاحتفالات. احنا قبل 22 سبتمبر، قبل ما تعلمنا السلطة، احنا معلمونا كان 22 سبتمبر اللي تقرر اللي نجموا نعمل مولد معناتها، ونجموا نلموا العباد والبروتوكول الصحي بدا، واللجنة العلمية عطات معناتها كون اللجنة الصحية عطات كون نجموا نعمل. دونك احنا من نهارتها من 22 سبتمبر صحيح فما عراقيل اسماء مادية وعراقيل نتاع وقت سيرتو وقت، لكن احنا قررنا بالتضافر الجهود مع السلطة الجهوية، بتظرفوا الجهود متاع الجمعيات الكل، حطينا لو ماكسيموم نخدموا ليل ونهار، كل ليلة سهرنا حتى للعشرة وللحداش متاع الليل باش نجمنا نوفروا الحداث هذيك. نقولوا ديما معناتها ريسترا شوية، خاطر كانت كما تعرفوا كانت الحفلة الاحتفالات كانت تدوم أسبوع في القروان، إثناء عليها مدى 4 أيام، كنا باش نعملوها على مدى 3 أيام، لكن استغلينا الفرصة كونه فما اللون ويكاند وجاينا عيد الجلاء من الأول والمولد نهار الاثنين. دونك قلنا مدام التوانس الكل، وإحنا نعرف وقت اللي نقوله مولد تونس كاملة تجي عنا، نذكر بالرقم القديم اللي هو وصلنا المليون. دونك ما نجموش يجينا ضيف ديران 4 جور وما يلقوا حد شيء. حاولنا نأثلوا هال4 أيام ذوما فين مش يجي نهار الجمعة ولا السبت ولا الأحد ولا اثنين، مرحبا بهم، مش يلقى البلاد أنيمي، مش يلقى المولد في القروان، مش يلقى الريحة نتاع المولد وريحة القروان في جميع أنحاء القيروان. طيب عنا فكرة على الأقل مبدئيا من المسؤولين والشخصيات الكبار من الدولة جايين للقيروان؟ ما زلنا ما عندناش فكرة. عملنا دعوة لسيد رئيس الجمهورية ترافير، احنا كجمعية ترافير سيد دولي، ما زلنا ما عندناش ريبونس، فهمتني؟ ما نجمش نكونفيرمي، هذه امور تتجاوز الجمعيه والحكومه، ما نعرفش زاد كيف هو 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 السؤال، ولو انه هو ما نعرفش فما اجابه ولا السؤال هو انه سنة عندنا رئيس حكومه لاول مره، ما نعرفش رئيس الحكومه تنجم تجي في الاحتفالات في الجامع ولا ما نعرفش. احنا توا معناتها اول مره تشد اول مره تتحطوا هكا في وضعيه هكا جستمو اسكن حطوا الرئيس لوطا والمراه الفوق ولا كيفاش نعملوا معناتها؟ لا 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 ما نعرفش والله، هذه نسالوا فيها لازم الشيخ دار الافتاء والشيخ، انما اذا كانت تحب تجي مرحبا بها، مش تلقى عندنا ان شاء القروان موجودين زاد نجموا يفرحوا بها ونجموا نعملوا لها معناتها كل ما يلزم. اما في الاحتفال الرسمي اللي يقوم في الجامع ما نجمش نجاوب عليه سي زهير، هذايا سؤال خطير شويه، خطير جدا. اي جست ديما نبقاو فرحانين كوني مراه شهدت اول مره
في العالم العربي والعالم الإسلامي هذا يرحبوا به. وحتى إذا كانت تقرر بجي لابد باش السلطة الجهوية بدأنا حضروا لها برنامج خاص برئاسة الحكومة. أكيد دونك القيروان جاهزة والناس مستعدة باش تكون بحذاكم. شكرا ليك سيدي لطفي بن غانم. حبيت شوية نعطي معناتها ندعي المستمعين باش يدخلوا جمعية المولد النبوي الشريف باش يشوفوا على البرنامج. عرضناه هو اللي يتمثل على 4 أيام جمعة وسبت وحد. وفي الأيام هذا معنا كل ليلة معناتها فما العشية وفي الليل حفلة كبيرة سلامية وإلا صوفية عرض صوفي. ضد إلى ذلك مؤسسة القيروان كالعادة مستعمل العرض الضوئي صوتي الضوئي اللي على صورة الجامعة يوم الخميس ويوم السبت ويوم الأحد. واضح إن شاء الله أخويا بالتوفيق. والمعرض موجود والنحاس موجود والمقروض موجود والجو موجود وإن شاء الله مرحبا بالضيف الكل إن شاء الله كحرارة وحفاوة أهالي القيروان تكون موجودة أيضا. لطفي بن غانم شكرا لك على كل التوضيحات هذه. نعود نذكر اللي تنجموا تدخلوا تتفرجوا زادة على الفيديو الإشهاري للمولد واحتفالات المولد من أجنس كيكوم سوسا في رسل كيلاني. شكرا لك سيدي بارك الله فيك وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.